ما الذي ننتظره من الناحية القانونية في جلسة البرلمان الأولى؟ أستاذ فيصل، إن كنت تسمعني، كنا نسأل بخصوص نعم. جلسة البرلمان الأولى. أستاذ نعم. فيصل، بعد مصادقة، هل يصلك الصوت بوضوح أم لا؟ الصوت مو ما يوصل، واضح الصوت، واضح بالنسبة أستاذ لي فيصل. واضح. تسمعني أستاذ فيصل؟ أهلا بك أولا، وكنا نسأل بخصوص جلسة البرلمان الأولى، ما الذي ننتظره بشأن تلك الجلسة، وما الذي يعني قد يعرقل عقدها أيضا من الناحية القانونية؟ هل هناك من مسوغ قانوني لعدم عقدها؟ لا بالتأكيد، يعني الجلسة الأولى عند بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج أرسلت النتائج مع مصادقة المحكمة الاتحادية. لا أيضا مو واضح الصوت، ماذا يوصل يعني؟ عجيب. تسمعني الآن أستاذ فيصل؟ أنا أسمع واضح. نعم. أنا أسمع. نعم تفضل سيدي. أسمعك واضح يعني. تفضل أستاذ فيصل. نسمعك نعم. بوضوح، تفضل سيدي. نعم، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات أرسلت بعد المصادقة إلى رئاسة الجمهورية، واليوم أصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم 66 المتضمن أسماء المرشحين الفائزين والدعوة إلى عقد جلسة مجلس النواب الأولى خلال 15 يوم حسب الدستور العراقي، وسوف تكون الجلسة يوم 9/1/2022. نعم بالتأكيد الجلسة يجب أن يحضرها جميع أعضاء مجلس النواب. نعم. وبداية سوف تكون برئاسة العضو الأكبر سنا وهو الدكتور محمود المشهداني. بعد ذلك يطلب الرئيس الأكبر سنا انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه. بعد إتمام العملية يصار إلى بعد تسلم الرئيس الجديد لمجلس النواب، يفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ويكون التصويت وفق أغلبية الثلثين طبعا لرئيس لا. الجمهورية، لكن لرئيس مجلس النواب ومعاونيه الأغلبية البسيطة ب50+1. في حالة عدم حصول أحد من المرشحين على الثلثين من أعضاء مجلس النواب يصار لا. على من يحصل على الأكثر يصار إلى جولة ثانية طبعا لرئاسة الجمهورية، ومن يحصل على العدد الأكبر من الأصوات هو يكون رئيسا للجمهورية. بعد انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة 76 من الدستور العراقي يكلف الكتلة الأكثر عددا لتقديم مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء. فيما يتعلق أستاذ فيصل بالكتلة الأكبر، فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد، أيضا يتم تحديد الكتلة الأكبر في جلسة البرلمان الأولى، يعني أم انتهينا من هذه الجزئية؟ بالتأكيد. نعم تفضل سيدي. هي هذه انتهى الموضوع، يعني أعتقد أنه لا حاجة إلى الرجوع إلى المحكمة الاتحادية أو الرجوع إلى تفسيرات أي تفسيرات أخرى. الكتلة الأكثر عددا التي حددتها التوضيح أو قرار المحكمة الاتحادية اللي صدر عام 2018 أن الكتلة الأكثر عددا هي الكتلة التي تدخل إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب، هذا واحد. بعدين هناك صار قيد غير مباشر على هذا التفسير بالمادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9/2020، عندما أعلنت هذه المادة عدم جواز انتقال أعضاء مجلس النواب من قائمة إلى أخرى لحين تشكيل مجلس الوزراء. لذلك الكتلة التي تأتي إلى مجلس النواب من الفائزين
هي التي تعتبر الكتلة الأكثر عددا. نعم، يعني كنت أيضا تشير إلى اختيار رئيس الوزراء، هل هذا يتم في الجولة الأولى والثانية من الجلسة الأولى للبرلمان يعني، أم خلال 30 يوما أو 15 يوما أستاذ فيصل؟ هو الحقيقة المدة المعطاة لاختيار رئيس الجمهورية هي 30 يوم. نعم، سواء تم اختياره في الاختيار الأول على ثلثين أعضاء مجلس النواب أو تم إعادة الترشيح لمرة أخرى يعني لجولة ثانية بالانتخابات داخل مجلس النواب. نعم، وقد تستغرق 30 يوم، يعني من يوم واحد إلى 30 يوم، وتبقى الجلسة مفتوحة الجلسة الأولى. وهذا طبعا بالتأكيد يعني كلما قلت المدة يعني كلما اختصر الزمن كان أفضل، بسبب أن الفترة السابقة تعطلت كثيرا يعني مجريات الأحداث. نعم، التي يجب أن تجري بأسرع من هذه الوتيرة. طيب يعني أستاذ فيصل، ذكرت بأن الجلسة من الممكن أن تبقى مفتوحة، يعني ألم يكن هناك أيضا استفسار بخصوص إبقاء الجلسة مفتوحة قدم من قبل بعض منظمات المجتمع المدني عام 2018 عندما بقيت تلك الجلسة الأولى للبرلمان الرابع مفتوحة، يعني ووجهت المحكمة الاتحادية بأن لا تبقى الجلسة مفتوحة أو هناك ربما مثالب قانونية قد تترتب على ذلك؟ لا، هو شوف الدستور حدد أنه يجب أن تنتهي الجلسة الأولى بانتخاب رئيس الجمهورية. يعني هذا موضوع منتهي من عنده، لكن الجلسة يعني قد تستغرق وقت يعني طبعا للنقاش. نعم، لطرح الأصوات للتباحث قد تستغرق يوم يومين أعتقد أنه، لكن الجلسة لا تغلق يعني لا تنتهي الجلسة لحين انتهاء اختيار رئيس الجمهورية، يعني لا يمكن أن يرحل رئيس الجمهورية إلى الجلسة الثانية لمجلس النواب. وبالتأكيد هي هذه توقيتات قانونية دستورية. نعم، يجب أن يلتزم بها. نعم، مجلس النواب. توضحت الصورة. الخبير القانوني الأستاذ فيصل راكان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.